السلام عليكم شباب، ويسعد صباحكم. اليوم جايكم فيديو جديد عن تحديات لعبة Red Dead Redemption 2. يلا نشوف التحديات اليومية. التحدي الأول مطلوب عندكم، اللي هو تغيرون ثيم الكامب. مجرد ما تغيرون الثيم وترجعوا على الثيم اللي تكون حاطين انتو حاليا، راح يصير هذا التحدي. التحدي الثاني مطلوب عندكم، تصيدون سمكة واحدة بوزن 2.2 كيلوغرام. التحدي الثالث والرابع والخامس مطلوب عندكم تلعبون مودات الشودان، بشرط انه التحدي الاول انه تاخذون التوب 10، يعني مرتبة اولى او ثانية او ثالثة. التحدي الثاني مطلوب من عندكم، اللي هو تقتلون 3 اونلاين باستخدام خاصية الديد اي. وقت ما تقتلون اي احد بالسلاح تكون فاعلين خاصية الديد اي، وعليه تقتلون واحد. التحدي الثالث مطلوب عندكم تقتلون 3 باستخدام اللي هو الكروسبو اللي هو السهم. بالنسبة للشو داون اللي مضاد التحديات الثلاثة، تحصلوهم وقت ما تروحون على الكويك جوين، وهذول المودات الشو داون. التحدي السادس مطلوب عندكم تصيدون الباري تشيكن وتاخذون الريش مالته، وهو يتواجد بمكانين. المكان الأول اللي هو بهذا المكان بالضبط تحت مدينة بلاك ووتر عند حرف البي، تحصلوا طاير بهذه المنطقة. والمكان الثاني تحصلوا عند كلمة نيو هانوفر عند حرف الان بهذا المكان بالضبط وبهذه المنطقة شمال أو تحت مدينة فالنتاين. التحدي الأخير مطلوب عندكم تزورون مكان أوان جيلادام، تحصلوها فوق أو يسار مدينة ستروبري هذا المكان بالضبط. اما بالنسبة لتحديات الادوار، فالتحدي الاول من الكوليكتر مطلوب عندكم اللي هو تشربون الانتيكوكحول. الانتيكوكحول تحصلوك ما تفتحون الشنطة وتروحون على اشياء الكوليكتر، وتروحون على مكان البطل تشربون اي واحد من هذول المتوفر عندكم. التحدي الثاني مطلوب عندكم تجمعون 5 من بيوت الطيور. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تجمعوا 3 من الجواهر المفقودة. بالنسبة لموقع مدى النزار لهذا اليوم، تحصلوا فوق مدينة فالنتاين هذا المكان بالضبط. اما بالنسبة لتحديات البونتي هنتر، فالتحدي الاول مطلوب عندكم تلعبون 2 بونتي هنتر، والتحدي الثاني مطلوب عندكم تضربون البونتي هنتر اللي هو التراكنج ارو اللي هو السهم المتعقب اللي هو اخر واحد على اليمين.
التحدي الثالث مطلوب من عندكم اللي هو تلعبون 2 باونتي هنتر من بوستر واحد، يعني تروحون على اي بوستر وتلعبون من عند 2 باونتي هنتر وراح يخلص عندكم هذا التحدي. اما بالنسبة لتحديات التاجر التريدر، التحدي الاول مطلوب عندكم تجمعون 20 جثة من الحيوانات بوقت لا يزيد عن 10 دقائق. التحدي الثاني مطلوب عندكم تتنقلون 15838 مسافة وقت ما تروحون تبيعون بضاعة اللي هو التاجر. التحدي الثاني مطلوب عندكم تبيعون بيعتين جيدتين. أما بالنسبة لتحديات المونشاين، فالتحدي الأول المونشاين مطلوب عندكم تصنعون سبيشال مونشاين، مجرد ما تحطون فيه نكهات راح يكون سبيشال مونشاين وراح يخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تصنعون بضاعتين مونشاين وتبيعوهم بيعتين جيدتين. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تعزفون مع الفرقة مرتين لمدة دقيقتين. إن شاء الله كنا فاتكم هذا الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة إذا مشترك وفعل الجرس، وشارك الفيديو كل أصدقائكم عبر ردد، وأشوفكم بيوم ثاني وتحديات ثانية. سلام.